عايدة غيت، أدمن لصفحة وقناة على اليوتيوب ألماسة فلسطين، بعمل طبخات فلسطينية وبنشرها وبنشر ثقافة الطعام الفلسطيني، وبحب أصور الأكلات التراثية أكثر إشي، الخبيصة، الإدري، المشاط، كل الأكلات هذه الفلسطينية يلي شوية مش كتير منتشرة، بسلط الضوء عليها وبصورها وبسوقها على اليوتيوب لحتى العالم يتعرفوا عليها أكثر. الخبيصة هي يعني ذكريات كتير حلوة من أيام الكرومية، لما كانوا يروحوا يسكنوا بالكروميات والسيرة ويقطفوا العنب ويعملوا الدبس والعنب. مكوناتها جدا بسيطة، سميد وعصير عنب رايق اللي هو عصير العنب المعصور، مضيوف له مادة اسمها الحور، بيغلوه شوية وبعدين بتركوه عبال ما يصفى ويروق، فبطلع معنا عصير العنب الرايق. هذا الروق بيعملوا منه الخبيصة الملبن. هلأ لنعمل الخبيصة بدنا سميد، وبدنا العنب، العصير العنب الرايق، وبدنا مطيبات ينسون وحبة قريش وشوية جوز. هذه هي بس الخبيصة التقليدية. هلأ إحنا مع التطور يعني ومع الزبن حبيت أنا أغير شكلها وأعملها وأزوقها شوية باللوز، بالورد الجوري، بالفستق الحلبي، يعني تغيير جديد، إصدار 2020. لما عملتها كتير انعجقوا فيها وتغيير كتير حلو، شافوها هيك كأنه لوحة يعني حلوة كتير، وتشجعوا كتير يعني انهم ياكلوها، خاصة انه بتعرف هيئة الاولاد الصغار مش كتير بحبوا ياكلوا اشياء تقليدية، بس لما شافوها هيك بالشكل التقليدي تشجعوا اكتر. لما نشرتها عندي على القناة على اليوتيوب اخذت صدى كتير حلو، وخاصة انه شكلها كتير حلو، فتشجعوا اكتر انهم يتعرفوا عليها، فدخلوا على الفيديو نفسه، تعرفوا كيف انهم يعملوها، وما شاء الله يعني اخذت يعني زي ما تقول تريد عالي بالمشاهدات.